هذا وراح ان شاء الله يشغل انطلاق بسرعه في هذا المشروع باش يخليه ان شاء الله يجي يقوي مكانة الجزائر في مادة الأسمنة اللي هي حاليا الجزائر اللي كانت يعني مستوردة مادة الأسمنة اليوم راهي ولات بلد مصدر. المشروع هذا إن شاء الله يجي ويزيد يقوي هذا المكانة تاع الجزائر في مادة الأسمنة. أما بما يخص برنامج نهضة هذا المشروع إن شاء الله احنا كلفنا وجمع شيكا اللي راه قايم حاليا فحص وراه يدير لنا جرد كامل على ما موجود في المشروع هذا باش نطبق بسرعه برنامج نهض هذا المشروع وان شاء الله يكون الانطلاق نتاعو بخير على المنطقه وعلى كل الجزائر.